السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. معكم هانتر، وهلما رجعت لكم لعبة فورتنايت. طبعا كملنا تحديات السيزون الثامن الاسبوع الثاني. طبعا نجي هالمرة ندور على السيكريت بانر، واللي هو العلم المخفي او اللي مثل النجمة، راح تلقاه بالمكان اللي مثل ما وعدتكم انزل فيديو عنه. طبعا هذا المكان راح يكون بالبركان، راح تدخل البركان لهذا المكان مثل ما تشوفون، راح تدخل البركان وراح تلقى هنا بالضبط هذا قدامكم. طبعا هو هذا طبعا كل السهل، ما بي اي تعديلات، راح تلقى المكان ان شاء الله، وراح كمان عندك اللودينج سكرين الثاني، التحدي الثاني من اللودينج سكرين ان شاء الله. والنجمة الاولى طبعا لازم تكملها، لا تنسى راح اضيف لكم النجمة الأولى فيديو مالته، الرابط مالته بالوصف أو راح يظهر عندك نهاية الفيديو إن شاء الله. طبعا مثل بعد ما كملنا تحديات الأسبوع الثاني، راح نبدأ إن شاء الله بتحديات الأسبوع الثالث إن شاء الله. فلذلك اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات وحطوا لايك تحفيزي حتى نقدر نستمر بالقناة. أتمنى عجبكم الفيديو واستفادتوا منه، لا تنسون لايك واشتراك. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.